ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه النهارده؟ بقى هريحكم، مفيش طبيخ مفيش حاجه خالص. هنعمل ايه؟ ده فيديو جميل جدا، فيديو مشتريات. يلا بينا نشوف بقى انا جبت ايه. شايفين الحاجات الجميله دي؟ هنبدأ بالفورمات الجميله دي. دي فورمات للمافن، وكمان ممكن نحط فيها الرز، نعملها فورمه للرز تبقى جميله جدا. اهي شايفين انا جبت منها النوع ده، وجبت الاكبر كمان، ودي عشان المولتون كيك. وكمان ممكن تنفع فورمه للرز، جميله جدا، وتنفع للكيكه برضو. اهي دي كانت ب15 جنيه، ودي الوحدة الصغيرة دي ب5 جنيه. ايه شايفين شكلهم جميل جدا. وهوريكم دلوقتي البلانشة الجميلة دي اهي. انا عندي الصغيرة بتاعتها، بس جبت الكبيرة ليه؟ عشان بعجن عليها زي ما بتشوفوا في الفيديو، وبحط عليها المخبوزات والحاجات السخنة اللي بتطلع من الفرن، الطواجن بتبقى جميلة قوي. ايه يا حبايبي، ودي سعرها 45 جنيه. خلصنا كده البلانشة وقوالب الكيك. هوريكم حافظة البيت دلوقتي اهي، فتح كده. هي شاريها لعلبة التلاجة، وبنحط الغطا بتاعها كده. دي بتاخد 18 بيضة اهي، شكلها جميل جدا وشيك. ودي سعرها يا حبايبي 22 جنيه ونص. شايفين الشياكة بقى دي ايه؟ دي علب توابل جميلة جدا، شايفين؟ هنفتحها مع بعض. ايه؟ شايفين البرطمانات كبيرة، تاخد توابل كتير، حلوة قوي، وغطيانها كمان شيك قوي. التلاتة دول كانوا ب25 جنيه. وهوريكم حاجة جميلة دلوقتي، دول اللي بنحط فيهم الفلفل والكمون. بنفتحها من هنا كده، اهو بنحط هنا، بس ما بنحطش الحاجات خشنة، بنطحنها وبعدين نحطها. ايه شايفين؟ وبنحركها كده بقى. جبت منها الاتنين دول، دي الكبيرة ودي الصغيرة بتاعتها. الكبيرة دي ب40 جنيه، والصغيرة ب35، جمال قوي. والبولتين البلاستيك دول اهم، دول للسلطة بقى، لو بنقطع بطاطس، عصرين طماطم، ضربينها في الخلاط، بنصفي هنا، جمال جدا. وشايفين البلاستيك نضيف قوي وعليه رقم 5. دول جايباهم الاتنين ب15 جنيه مع بعض. وده المنظم روعة قوي، انا بحب البلاستيكات بتاعتي يبقى لونها فاتح مش الالوان الغامقة. ده رقم 5 برضو، ده ينفع للمخبوزات، نحط فيه العيش المخبوزات، ينفع كمنظم، ينفع للتلاجة برضو، نحط فيه الخضار والحاجات، استخداماته كتيرة قوي. وده كان ب10 جنيه. وده عجان ستانلس، انا جايباه الحجم ده وسط، حلو قوي. ده ب45 جنيه. ده بقى بنحط مثلا لو بنضرب الكريم شانتيه كده بالمضرب، لو بنعجن فيه ممكن برضو نخمر فيه المخبوزات، جميل قوي. ودي مصفى سلك، استخداماتها كتيرة قوي وحلوة. نغسل فيها الخضار كمان، هي عاملين لنا رسمة الفراولة، نغسل فيها الفاكهة. ودي سعرها كان 22 جنيه ونص. شايفين شكلها كده من قدام ومن هنا، هي شبهها شوية للطبق.
والاطباق دي انا جبتها، فكرتها حلوة قوي. اهي شايفين هنا بقى الفكرة التقسيمة بتاعتها، عشان نحط هنا البروتين، هنا مثلا لو هنحط لحمة سمك فراخ، ونحط كمية سلطة هنا تبقى كبيرة، والنشويات هنا تبقى حجم النشويات قليل عشان الجسم يستفيد منها. عجبتني اول الاطباق دي، الواحد ب12.5 جنيه، يعني الاتنين دول ب25، وده طقم صواني كده ثلاثة مع بعض جبتهم، خامتهم ونوعهم حلوة قوي. اهو شايفين دي الصينية الصغيرة، ودي الاكبر منها، ودي الكبيرة بتاعتها خالص. التلاتة مع بعض كده كانوا عاملين 110. ودي كاسرولات انا جبتها، دي كاسرولات تروفال يا حبايبي، اهي بسلق فيها البيض، بسخن فيها اللبن، نوعها حلو قوي، كنت جبت منها قبل كده وجربته، وجبت اتنين لقيت عليهم عرض. الاتنين دول بعمل فيها البشاميل لو بنسلق بطاطس، هي حلوة قوي. الاتنين دول كان عليهم عرض، الاتنين دول ب85 جنيه. دي يا حبايبي صفايه معالق وشوك وسكاكين، وهنا بتعلقي المقصات، جميله قوي. دي كانت ب25 جنيه، ولها قاعده من تحت كده اهي، وفيها فتحات من جوه عشان بتصفي الحاجات، عمليه وحلوه قوي. وديت قلايه تروفال كنت جايبه منها قبل كده معاكم وبستخدمها، دي ما بتلزقش فيها الحاجه. دي كان سعرها 65 جنيه. صواني فرن بقى جميلة جدا، اهي استخداماتها كتير قوي. هنا الصينية ب45 جنيه الواحدة، شايفين شكلها، خامتها حلوة قوي، وانا بستخدم الحاجات دي معاكم، وانتوا بتشوفوني طبعا وانا بدخلها الفرن، هي نوعها حلوة قوي، خامتها نظيفة ونوعها غالي وحلو. حافظة الطعام بقى، شايفين استخداماتها كتير، بنحفظ فيها الزيتون، الجبن، الطماطم، لو عاملين سلطة، لو فطار الصبح، بتبقى حلوة قوي، بتتفتح كده، شايفين الأطباق الجميلة اللي فيها اهي. استخدمتها معاكم قبل كده، بس انا حبيت اوريها لكم دلوقتي مع المشتريات، كنت طلعتها في كذا فيديو، في فيديو البيتزا برضو لو تفتكروا كنت حاطه فيها المقادير، الزيتون والحاجات، حلو قوي للفطار الصبح اهو، لو جهزنا الفطار مثلا لاولادنا وعلى ما يجوا كده، ونقوم مغطيين الحاجه عشان ما فيش حاجه تيجي عليها، هي حلوه قوي قوي كده في الغطا بتاعها. كمان ممكن نشيل الاطباق دي كده ونستخدمها كصينية تقديم، لو بنحط عليها البولات، لو بنحط عليها المجات، هي استخداماتها كتيرة او حلوة، عملية جدا. ودي يا حبايبي انا كنت جايباها ب50 جنيه، هي تستاهل بصراحة سعرها لانها عملية جدا، واستخداماتها كتير او في البيت، مفيش غنى عنها يعني. وجبت الازاز، الازاز دي اهي وغطاه بلاستيك، حلوة قوي وعملية، للمية للعصير اهي، والازازة البلاستيك دي كمان نحط فيها مية واحنا خارجين، نحطها في الشنطة بتاعتنا اللي عندهم اطفال صغيرين، ليه؟ عشان ما ناخدش الازازة الازازة وتتكسر اهي. وجبت الازازة البلاستيك دي كمان، شايفين شكلها، بتتفتح من هنا اهي، ونصب كده، او ممكن نفتح من هنا برضو ونصب في الكوبايات براحتنا بقى. جبت من الازاز الالوان الاحمر والاخضر، وجبت من البلاستيك اللون الاصفر الجميل ده، والبولات دي بقى، البولات دي انا استخدمت واحدة منها معاكم قبل كده، بستخدمها على طول في الفيديو،
وما لقيتها جميلة وعملية جبت منها تانية تلاتة، هي الواحدة ب8.5. اهي شايفين عملية حلوة قوي للصوصات، مثلا المايونيز، الكاتشب، سلطة الطحينة، استخداماتها كتيرة قوي في الصوصات وفي الدريسنج اللي بنحطه على السلطات. وده حامل المناديل، انا جبته جديد لان التاني كان عندي على الرخامة بس فك من هنا كده، فجبت واحد جديد اهو حلوة قوي. في انواع كتيرة ضخمة كده بتاخد بكر كبير بس ما حبيتهاش، ده حلو كده متوسط، جبت ده ب35 جنيه. خدوا بالكم ده بيستحمل كتير قوي، التاني مبوظ عندي قعد فترة طويلة، قعد سنين، وده خامته نضيف عنه بكتير كمان، الخامة بتاعته كويسة. وجبت كمان الدرق الازاز الجميل ده، ما شاء الله هو كبير قوي اهو، بياخد كمية مية كبيرة وكمية عصير، تصبي كده او تشيلي الغطا بتاعه، استخداماته حلوة قوي، وبينفع كمان في رمضان قوي، وبينفع في العزومات، وشكله كمان حلو قوي. والدرق ده كنت جايباه ب65 جنيه. ونشوف بقى طقم الكاسات الجميل ده اهو، شايفين لونه ابيض وحلو قوي، انا بحب دايما الحاجة تبقى بيضة وشفافة كده، يعني ما بفضلش قوي ان الكوبايات او الكاسات اللي بحط فيها العصير تبقى فيها الوان كده ورسومات كتير، بحبها سادة عشان العصير يبان فيها وما نحطش ليمو كمان، تبقى الحاجة شيك كده باينة وحلوة اهو. هو على فكرة مش خفيف، في كاسات ممكن تيجي تمسكيها كده تقوم طقة منك او مكسورة، لا هو تقيل وحلو قوي ويستاهل سعره بصراحة. انا كنت جايبة الستة دول ب150 جنيه. وتعالوا نشوف مع بعض بقى لزوم الشياكة بقى والتقديم اهو، لو عندنا ضيوف بقى وبن عايزين نقدم حاجة شيك خالص، شايفين الكاسات الجميلة دي اهي، تنفع للعصير، لو عروسة بتجهز تحطهم في النيش شكلهم شيك او حلو، يتحطوا في المطبخ برضو لو بتعملي حاجة، لو في رمضان عزومات. الطقم ده الستة دول انا جايباهم ب200 جنيه. ومعنا في الكرتونة دي طقم طاسات، هما بيبقوا ثلاثة مع بعض كده، مقاسات واحجام مختلفة، دي مقاس 18 ودي 22، مقاسها 22، والكبيرة الحلوة دي مقاس 26. حلوين استخداماتهم كتيرة قوي للقلي، لو بنعمل بيض اومليت، لو بنعمل الكريب اهو، حجمهم حلو قوي. ودول كانوا سعرهم 210. وهنا معانا في الكرتونه دي بقى الجريلا الجميله اهي، حلوه قوي استخداماتها كتير برضو، بنشوي عليها، لو بنشوي فراخ، لو بنعمل كفته على البوتاجاز من فوق، ممكن نشيل الايد بتاعها بتاعتها ديت وتدخل كصينيه الفرن، استخداماتها كتير قوي حلوه وعمليه اهي، وبتتني وحلوه قوي اهي، وايدها عملية برضو مريحة. وده طقم بولات بيبقى مع بعضه كده في الكرتونة، تلاتة بولات ازاز تقيلة وحلوة قوي اهي، دي بقى لشوربة لسان العصفور، لشوربة الخضار، هعمل معاكم فيها حاجات كتيرة قوي هوريها لكم. التلاتة دول بيبقوا مع بعض كده في الكرتونة، سعرهم 25 جنيه. والطقم الجميل ده هو حلو قوي، هما ثلاثة مع بعض شايفين، هما كانوا عرض مع بعض كده بالغطيان بتاعتهم، جميلة قوي هنا كده. ده ممكن نعمله للسكر، ممكن مثلا الكبير ده نحفظ فيه الكوكيز اللي بنعمله، البسكوتات، ممكن نستخدم ده للشاي، للكاكاو، براحتنا خالص بقى احنا واستخداماتنا واللي يعجبنا. الطقم ده كان على بعضه في عرض ب95 جنيه. وهنا طقم جميل قوي للعصاير، وكمان الدرق بتاعه ينفع للمية على السفرة وللعريس اللي بتجهز، ينفع في النيش، شكله شيك وحلو قوي.
شكله شيك وحلو قوي اهو، ورسمته رقيقه كمان اهو. هيبقى للعصير حلو وللميه برضو، شكله حلو وجميل. الطقم ده الستة كوبايات بتاعته والدورة كانوا ب150 جنيه. ومعانا الكاتل الجميل ده اهو، ودي القاعدة بتاعته والسلك، هستخدمه معاكم. ده كنت جايباه ب85 جنيه. واخر حاجة معانا بقى، جبت مريالة المطبخ الجميلة دي، انا مجربة النوع ده قبل كده بس جبت واحدة جديدة. شايفين شكلها شيك او حلو، واهم حاجة انها عملية. بصوا شايفين طبقة البلاستيك اللي فيها هنا خفيفة، احنا عارفين مرايل المطبخ بتاعت زمان كانت كلها مشمع بس او بلاستيك، كانت بتغرقنا بالمية كتير. لا دي قماش وجواها اسفنجة من جوه، وبعدين طبقة البلاستيك هنا بتبقى على الجسم عشان هدومنا واحنا لابسين في المطبخ نفضل نضاف وشيك وحلوين وما نتبهدلش لا ميه ولا اي حاجة واحنا بننضف الحوض والاطباق وكده. يعني تلبسيها عملية جدا وتفضلي نضيفة طول النهار وحلو. وسعر المريالة دي يا حبايبي كنت جايباها ب35 جنيه. بس كده، وده كان فيديو النهاردة. حبيت اوريكم المشتريات بتاعتي وقولوا لي رايكم فيها ايه، وعشان لو بنات بتجهز تعرف الاسعار، ولاي ست بيت عايزه تجدد في مطبخها وفي النيش بتاعها تعرف برضو الاسعار معايا، والحاجات شكلها جميل جدا وشيك. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو بتشوفوني لاول مره لايك للفيديو واشتراك في القناه.